ايه بالنسبة للتدخين هو له مضاربات، أولا يؤثر على المناعة، يقلل المناعة، يقلل من فعاليات العلاج، يعني العلاج المضاد الحيوي لبر والتهابات، الجواسيم والتهابات، يقل شغلها بنسبة 30%، قد أثر يعني عن ما هي تشتغل بالنسبة للغير مدخنين. يؤثر على الرئتين، على القصبات الهوائية، مرات يسبب أمراض فترة طويلة، يسبب ممكن يسبب أمراض سرطان الرئة. يسبب يعني هواي امور، يصير اكثر عرضه للانفلونزا، مرض الانفلونزا، واكثر عرضه لالتهابات الصدر الحاده، يسوي لزوجه بالدم، احتمال يسوي صعود بالضغط، يسوي لزوجه بالدم. فاحنا اللي نشرك نوصلكم انه هاي الفكره، المعلومات انه خطوره التدخين، حتى لو نشجع على الاقلاع عن التدخين، واللي ما يدخن لي يحاول لا يتورط بهاي الورطه، ولا يجيك واحد صاحبك والله تعال والله دخن، قالوا لي هذا تهدي الامور ما ادري شنو، هاي كلها كلامات وكنا مرينا بيها.